اهلا اهلا سيد اسلام، بتعرف مين شفت امبارح بالسوبر ماركت؟ مين شفت؟ مرتك الرابعة. وكيف عرفت انها مرضي؟ ليش عيونك بتشوف ما تحت النقاب؟ يخرب كوشك شو ظريف، ولك هي شافتني وسلمت علي وعرفت عن نفسها كمان وقالت لك انه هي رقم ارباع؟ ولك ايه ايه والله لقصف عمرها والله. وشو حكيتك كمان؟ ولا شي، اول بالك يا اسلام، صدقني حسيت انه المسكينة عم تعاني وتتمنى انك تصح ويرجع عقلك لراسك. ان شاء الله ان شاء الله، بفضل الله فضلك دكتور. دخلك كيف عم تمشي حالك مع 4 نسوان؟ يا سيدي، هذا الفن تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله وكيلك، ما كان في حدا بيفهم النسوان مثله. وبتحب نسوانك الـ4 بالتساوي سيد اسلام؟ مو ضروري دكتور، مو ضروري. الشرع بيسمح لي اتزوج 4، والشرع بيلزمني عاملهم بالتساوي ولبي حاجتهم الجسدية بالتساوي، بس مش بالضروري حبهم بالتساوي. رسولنا صلى الله عليه وسلم مثلا كان بيحب ستنا عائشة رضي الله عنها أكثر من الكل، وقال للتأكيد: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وشو الحكمة من هالجيزات يعني؟ حكمة كبيرة ما بتدركها العقول دكتور، بالأخص عقول الكفار. الحكمة باختصار: أولاً تكثير الأمة الإسلامية، ثانياً القضاء على مشكلة العنوسة، ثلاثة تلبية شهوة الرجال بالحلال، 4 ضمان التناسل لأن بعض النساء عقيمات دكتور، و5 رأفة بالأرامل دكتور. إيه هذا الزنا مغلف يا سيد إسلام، والأسباب تبعك ما بتدخل براس مجنون. إيه وكيف دخلت براسي ها؟ فيك تقولي؟ ما علينا، فيك تقلي ليش 4 نسوان بالتحديد؟ ليش مو 3 ولا 5؟ إيه علينا دكتور، والله أسئلتك بتدوخ يا زلمة. معك حق سيد إسلام، معك حق، ما بيسوى الواحد يشغل فكره بهالأسئلة. إيه دكتور إيه، ومثل ما قال إمامنا الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. تسليم دكتور، تسليم بلا سؤال. شه